انتشرت خلال الفترة اللي فاتت أخبار بتفيد إن محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلاص مش هيجدد تعاقده مع النادي، وإن في عروض أوروبية مستنياه خلال الفترة اللي جاية، وده دفع مارسيل كولر إنه يدور على بديل وبالفعل لقاه. طب مين هو البديل؟ وهل هو أفضل من عبد المنعم؟ تعال نعرف القصة من البداية للنهاية. ريندروف أندوم سارابا قلب دفاع الأهلي الجديد اللي اتسجل في قائمة تحت السن بعد ما خضع لفترة اختبار ونال استحسان اللجنة الفنية لقطاع الناشئين ومارسيل كولر بعد ما ظهر بشكل ممتاز في فترة المعايشة اللي قضاها قبل كام شهر من دلوقتي. ريندروف صاحب الجنسية الغنية بيمتلك مميزات كتيرة، وهو من مواليد 2006، يعني استثمار مضمون للنادي الأهلي. لعب طوله 1.90 متر، يعني من الآخر كده الكرات الطولية غير الالتحامات الهوائية هيبقى متميز فيها. وكمان الأهلي بيفتقد المدافع الطويل من سنين طويلة جدا، من ساعة رحيل أحمد حجازي للدوري الإنجليزي. بيقدر يلعب برجله الشمال وبيعرف يبني الهجمة ويطلع بيها بشكل مميز، وكمان الباص بتاعه والكور الطولية دقتها كويسة جدا. المهم قول لنا انت بقى في الكومنتات، هل ريندروف هيقدر يقدم المستوى المتوقع منه ويكون افضل من عبد المنعم في حالة ان كولر اعتمد عليه ومحمد عبد المنعم رحل لأوروبا؟ قول لنا في الكومنتات.